بعد تجديد فرض العقوبات الأمريكية على إيران ظهرت نتائج ملموسة وتسارعت وتيرة انسحاب شركات عالمية من إيران بينها شركات نفط وغاز. وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية متخصصة في شؤون الاقتصاد عن لائحة بأكبر 10 شركات أعلنت انسحابها من إيران، وهذه الشركات تتوزع على مجالات عدة، أولها وأهمها شركات نفط مثل توتال الفرنسية ولوك أويل الروسية، بالإضافة إلى ريلاتس الهندية. وأكد موقع فيرارو الناطق بالفارسية في تقرير له انسحاب 10 شركات دولية عملاقة من إيران، مشيرا إلى أن ذلك تم رغم تأكيد قادة أوروبيين التزامهم بالاتفاق ما دامت إيران بقيت ملتزمة ببنود الصفقة النووية معها.